بناء على توجيهات السيد وزير الداخلية المحترم وتوجيهات السيد العام تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال إنجاز البطاقة الوطنية بالشكل الصحيح. المواطن إن شاء الله هو المواطن يتوافد للدائرة بناء على حجز إلكتروني أو بناء على واقعات. الحجز الإلكتروني مدة الحجز 5 أيام راجع المواطن، وإنجاز البطاقة الوطنية إن شاء الله باليوم نفسه يصير إنجاز البطاقة الوطنية في دائرة البطاقة الوطنية الضلوعية. بالنسبة للواقعات، الواقعات واقعات الولادة، واقعات الزواج، واقعات الوفاة، واقعات الطلاق. كل هاي الأمور إن شاء الله إحنا نساعد المواطن بها في تقديم أفضل الخدمات. البطاقة الوطنية يقدم المواطن استمارة البطاقة الوطنية إلى الدائرة، ننزل الحجز الإلكتروني من خلال تدقيق المعاملة أمنيا. يباشر المواطن يتجه إلى مدخل البيانات ومن ثم إلى مدقق البيانات ومن ثم إلى الحسابات، وبعدين تصرح المعاملة إلى بغداد. مدة البطاقة الوطنية حاليا هي مدة النظام يفرض يحدد هو الفترة اللي يحددها باستلام البطاقة الوطنية. يحق للمواطن تقديم طلب للحصول على صورة قيد إلكترونية من بناء على طلب المستدعي أو بناء على طلب من دائرة رسمية. نصدر له صورة قيد إلكترونية فيها صورة ويتم إنجاز المعاملة بشكل صحيح.